السلام عليكم. دابا نبدا معكم موضوع جديد. هذا الرسمه هذه انتم كتشوفوا، نتمنى تكون كتبان لكم. ديجا انا بديت فيها هنايا باش ما نطولش عليكم ونخدم معكم هاد لابارتي هذه، وبحال ديما ملي نكمل ندير لكم استعراض ديالها. ها لي كولور اللي غنستعمل، لورونج وهاد الخضر عسكري بريون والدوري، وغنستعمل هاد لي باكستراس غنزين بهم. يلا بسم الله توكلوا على الله. واحد جوج ثلاثة أربعة، خاصكم ديما تحافظوا على العدد اللي كتهزوا. مشيتي بثلاثة غتبقاي ديما تكملي بثلاثة، مشيتي بجوج تبقاي ديما تكملي بجوج، مشيتي بأربعة تكملي بأربعة. كتحافظي على العدد باش كيجي كومون دير كيجي الخط مقادد نيشان. كنتمنى الفكره تكون وصلت لكم. بسم الله، واحد جوج ثلاثة أربعة، ها انتوما هنا. انا دابا ماشي كندير اللوايه ديال الملاقيه، كنخدم الرشمه الوغ كنرجع حتى كنحسب واحد جوج ثلاثة ونطلع ما بين الثالثة والرابعة الأخرى. نعاود معاكم، واحد جوج ثلاثة أربعة، هانتوما كنوقف الخيط هكذا على الرشمة، على الخط ديال الرشمة. كنتمنى يكون كيبان ليكم هكذا. كنخشي فين وقف ليا العقيق، كنخشي كنحسب ثاني ثلاثة ألو غادي نجرها هنايا. اوكي صافي، كنتمنى هاد الدروس ديال تنبات تستافدوا منهم ويفيدوكم وجربوهم. ديروا شي رشيمه في تويب وجربوه، الا تعلمتوا عاد خدموا ليكم بنياتكم وتعلموا. تفنوا 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 في الرشمه، تفنوا في لا باز. هي هذه لا باز ديال العقيق، ديال تركب العقيق وتحطيه فوق الرشمه، هي هذه. وكيبقى لك انت تفني، تبارك الله راه هان كملتها لهنا ونرجع عندكم. انا رجعت معكم، دابا وصلت هنا، غنوريكم كيفاش ديروا الدورو تجيو تقويره. هاد التقويره تبعوها بلا ما تخرجوا على الخط بحال ديما. واحد جوج ثلاثة أربعة، هانتوما تبعي غير الخط، تبعي غير الرشمة. واحد جوج ثلاثة أربعة، هانتوما شتي كيفاش. أنا هاد البلاصة غادي نعمرها، غنوريكم كاع المراحل، غنوريهم ليكم. كاع المراحل ان شاء الله حتى تتعلموا وتستافدوا وتوليو تخدموا راسكم ان شاء الله. انا نمشي حتى لهنا ونرجع عندكم باش ما نطولش عليكم. انا رجعت معكم، دابا درت هاد العرش هذا، نوريكم كيفاش ديروا تركبوا هاد لي باكس تراس. نورمالمون انا كندير لها لاكول، ولكن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لاكول كتوفر لهم في البلاصه اللي كيسكنوا فيها. نوريهم كيفاش يديروا يسقوها بلا لاكول. كتشوفوا هاد لي باكس تراس كيكون عندها هنايا افتتاحات، هانتوما هانتوما من هنا هكا، نخرجها في الجهه الاخرى هكذا. اوكي ها دابا يلا دخل جوج فتحات، نكمل الثالثه ونخرج في الرابعه. ها هي
خرجانة شتي، هاهي السقسة صافي. وغندخل الخيط هنا ونعقد الخيط ونرجع عندكم، انا رجعت معكم. دابا لصقنا لهاد لي باك ستراس، وريتكم كيفاش ديروا ليها. دابا غنخدم معكم واحد الوريقه هنايا، ماشي بحال الوريقات اللي كنت خدمت معكم في واحد الكيمونو طوالين. دابا غندير وريقات صغار، بسم الله ديروهم بالذهبي. واحد جوج ثلاثة أربعة، هانتوما أربعة. ندير الخيط هكذا، فين موقفوا لي هاد الربعة كندخل لي إبرة ساهلة. فين غنخرجها؟ غنخرجها في واحد جوج ثلاثة، ما بين الثالثة والرابعة نخرجها من هنا. أوكي هانتوما، كنتمنى الدرس ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا وتجربوا. مازال غنزيد معكم دروس ديال كيفاش تصايبوا الرشمه راسكم وتطبقوها على الثوب، اولا عجبتك شي رشمه في شي ثوب بغيتي تنقليها تطبقيها، غنوريكم كلشي ان شاء الله في دروس الماجيه ان شاء الله. اوكي ها، شي كنرجع. انا ما بغيتش داك الوريقات اللي طوال اللي كنت خدمت في الكيمونو اللي شفتو معايا. دابا ندير وريقات غير صغارين. ايه هنا صافي، ندير دابا هاد، سمحوا لي الخيط شدي في المرمه. وواحد الملاحظه ضروري من المرمه، اللي بغى ينبت العقيق دير ضروري تثبتي الثوب في المرمه. علاش؟ حيت الثوب ما كيبقاش يلعب ليك، كيولي مزير. الو كتخدمي كيف ما بغيتي، كتاخدي راحتك في الخدمه. دابا غندير داك الراس ديال الوريقه هو هذا، باش غنرجع نهبط من هنا. اوكي غنخرج من هنا شويه ونخرج، نرجع نهبط كيف طلعت. دابا غنهبط، واحد جوج ثلاثة أربعة، يلا تبعوا معايا وتعلموا كلشي إن شاء الله. هانت هادي فين غنجيبها دابا، بيسكو أنا غادي نهبط غنجيبها مع هاد العرش هذا. هذا لافان ديالو هي هادي، غادي نجر هاد الخيط هوكا حتى لهنا ونحبس هنا ونرجع واحد جوج ثلاثة ونرجع. صافي نعاودوا العملية، واحد جوج ثلاثة، باردون جوج ثلاثة أربعة، سمحوا لي العقيق راه رقيق كيعذب شوية في التركاب، ولكني ما هو زوين في اللباس ديالو، اللبسة ديالو كطلع اللبسة أنيقة بالعقيق، هادشي لي خارج. دابا نعاود معكم العملية هانتوما ونرجع الثالثة ونرجع كمل قد الوريقة دغيا حيت طولت عليكم. يلا أنا قربت، واحد جوج ثلاثة، واحد جوج هذه الأخرى. يلا هانتوما صافي، أنا وريتكم دابا هاد الوريقة صغيورة، ونكمل هنا ونكمل نفس الطريقة اللي مشيت بها هنا نمشي هنايا، وملي نكمل الموديل عندي لكم استعراض ديالو. يلا شكرا.